أعوام طويلة مضت على أغلاقها. مجزرة دواجن كربلاء عادت لترى النور من جديد بلمسات العتبة العباسية المقدسة التي عملت على تأهيل البنى التحتية وصيانة المكننة الموجودة فيها لتكون رافدا لإنتاج الدجاج في الأسواق المحلية. نحن اليوم في زيارة لمشروع مزرعة دواجن كربلاء. هذا المشروع الذي أنشئ في بداية الثمانينات وتوقف عن العمل في نهاية 2002 أو 2003. حقيقة بعد ذلك هذا المشروع بدأ يتهالك ويندثر. ركزت العتبة العباسية على إعادة تأهيل هذا المشروع خدمة للمنتوج الوطني. حقيقة هذا المشروع بذلت فيه جهود كبيرة وجبارة من قبل كوادر العتبة العباسية إلى أن أصبح الآن مؤهل للعمل مرة ثانية بطاقة إنتاجية تضاهي الطاقة التصميمية لهذا المشروع. طاقة إنتاجية تصل إلى 5000 طير دجاج في الساعة الواحدة يتم ذبحه بطريقة شرعية تحت إشراف مركز الكفيل الإسلامي الذي يضم خبراء مختصين بالفحص الشرعي والفني والصحي ليصل إلى المستهلك بطريقة آمنة وطازجة وليحقق اكتمال المائدة العراقية التي سعت العتبة المقدسة لتحقيقها. تم افتتاح هذه المزرعة مزرعة كربلاء ولأول مرة يصبح إنتاج شركة الكفيل تباشر بالإنتاج بعد أن كانت تشرف على إنتاجها في دول العالم المختلفة. الإشراف نفس الإشراف سواء كان في البرازيل أو تركيا أو إيران أو باكستان أو الهند أو مولدوفيا أو تنزانيا وجميع الدول التي يستورد ويشرف على الإنتاج فيها سواء للدواجن أو اللحوم. فالآن أصبح الإنتاج إنتاج شركة الكفيل وإشراف أيضا كادر شعبة مركز الكفيل الإسلامي التابعة لقسم الشؤون الدينية. عندما نتكلم عن مرحلة إعادة التأهيل والتشغيل، طبعا التأهيل والتشغيل ما يشمل فقط الخطوط اللي شفتوها جنابكم في الوقت الحاضر شغالة الحمد لله والشكر، وإنما يشمل البنى التحتية أيضا اللي تخدم هذه الخطوط. وبنى تحتية الحقيقة يعني بنى كبيرة جدا، ويعني حتى تفيض عن حاجة المجزرة، يعني مأمنين كميات تأمن من المياه الصافي، محطة التصفية ومحطة التغذية، وعندك محطات تحويل الكهرباء. هاي كلها مشاريع بنى تحتية كانت معطلة ومعرضة إلى التخريب أيضا، فطولت فترة إعادة التأهيل والتشغيل بسبب يعني كبر حجم البنى التحتية اللي استطاعنا الحمد لله والشكر وبفضل من الله سبحانه وتعالى بإعادة تأهيله وتشغيله مطلع عام 2021. مشروع آخر يدخل الخدمة الإنتاجية ويساهم في دعم الاقتصاد العراقي ويوفر فرص عمل للشباب العراقي سعت به العتبة العباسية المقدسة وأنجزت تأهيله ليحقق الأمن الغذائي بعلامة تجارية عراقية بامتياز.